ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل التونه في البيت. هنعملها بسمكه الماكريل، هتطلع معانا كميه حلوه قوي 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 والنتيجه بجد خطيره. خليكم معايا علشان تشوفوا احنا عملنا كميه التونه الحلوه دي ازاي، وطبعا بسعر ارخص واوفر من بره بكتير. خليكم معايا. معايا هنا بوله فيها عصير 3 ليمونات، وهبتدي ان انا احط عليهم كوبايتين من الميه، وهسيبهم دلوقتي على جنب. معايا هنا دول 2 كيلو من السمك الماكريل، انا غسلته كويس جدا جدا جدا، شلت الراس بتاعته وغسلته من جوه وخليته ابيض زي ما انتم شايفين كده، قشطه زي الفل، مفهوش اي حاجه سودة من الجناب تمام كده، ولا سلسله الظهر كمان مغسوله كويس جدا بالفرشه. وهبتدي ان انا اخدهم بقى على القطاعه بتاعتي وابتدي ان انا هقطعهم، يعني السمكيه هقطعها على 3 او 4 زي ما انتم شايفين. انا قطعت السمك بتاعي، كل سمكيه قطعتها على 3، وهبتدي بقى ان انا اخد السمك بتاعي اللي قطعته وهحطه في الميه اللي احنا عاصرين عليها 2 3 ليمونات كده علشان ننقعهم نص ساعه على بال ما نجهز بقيه الحاجات اللي معانا. لازم نغسل السمك كويس جدا جدا وننضف السلسلة بتاعته ونشيل الراس بتاعة السمكة، احنا مش محتاجينها في حاجة. نغسله كويس بفرشة تكون مخصوصة للسمك. نقعته اهو كده في مية بعصير ليمون وهسيبه نص ساعة، وتعالوا نشوف هنعمل ايه كمان. وعلى بال السمك بتاعنا ما يتنقع في المية بالليمون، معايا هنا حلة على النار فيها مية بتغلي، وتعالوا نشوف ايه الحاجات اللي احنا هنحطها في المية اللي بتغلي دي. تعالوا نشوف الحاجات اللي احنا هنحطها في الميه اللي احنا حاطينها على النار بتغلي. معايا هنا معالق صغيره من الملح والكزبره الناشفه، فلفل اسود، كمون وبابريكا، معايا كمان كام فص من الحبهان، كام مسمار كده، كام واحده من القرنفل، برده كام واحده كده من ورق اللورا، نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الخل، معايا 3 او 4 ليمونات معصورين. وهنا بقى حاجات حلوه والوانها وريحتها وطعمها خطير، معايا جزرتين متقطعين شرايح، بصلتين متقطعين كده 4 ارباع، الفلفل المتاح عندنا فلفل رومي، فلفل حامي، فلفل الوان اللي تحبوه، اللي بيحب الحاجه سبايسي يقدر يحط فلفل حامي. معايا هنا كمان كرفس، انا بجيب الكرفس واغسله وانشفه كويس واقطعه واشيله في الفريزر. معايا معلقه كمان كبيره من الثوم المفروم، نقدر نحط كل الحاجات دي، ولو عندنا التوابل دي حب برده حابين تحطوها فصوص او حبوب مفيش مشكله خالص. كل الحاجات دي اول ما الميه تغلي هنبتدي ننزل على الميه اللي بتغلي بكل الحاجات الجميله دي، وكل المكونات دي هتلوها في صندوق الوصف. الميه ابتدت تغلي معايا، هبتدي انزل بعصير 3 ليمونات، والتوابل زي ما قلت لكم حابين تحطوها حصى او مطحونه مفيش مشكله، معالق صغيره ملح، فلفل، بابريكا، كزبره، كمون، والحبهان والقرنفل وورق اللورا، كمان معلقه كبيره من الثوم والكرفس، الفلفل والجزر والبصل، كل الحاجات دي هتديني طعم حلو قوي وريحه خطيره. هحط كمان نص كوبايه زيت، نص كوبايه من الخل، نسيب بقى الكلام ده اول ما يغلي، نبتدي ان احنا نجيب السمك اللي احنا كنا نقعناه في الميه والليمون ونبتدي ان احنا نحطه معاه. الميه ابتدت تغلي معايا اهي، اللي احنا كنا حاطينها في الحله وحاطين عليها الجزر والكرفس والثوم والبصل والتوابل. هبتدي بقى ان انا اخد السمك بتاعي اللي غسلته كويس ونضفته ونقعته كمان نص ساعه في ميه وليمون، وابتدي انزل بيه بقى كده على الكلام الجميل ده. وعايزه اقول لكم الريحه خطيره، كل الحاجات اللي احنا حطيناها في الميه مخليه الريحه بجد تجنن. هسيب بقى السمك معايا كده في الميه اللي بتغلي دي واسيبه يغلي غلوتين، وبعد كده نهدي النار خالص عليه لغايه ما يستوي. طيب هيقعد معانا قد ايه على النار من بعد ما يغلي؟ هنسيبه نص ساعه او ساعه الا ربع، المهم السمك معايا يستوي كويس جدا. زي ما انتم شايفين الميه ابتدت تغلي اهي، غلت غلوتين، هبتدي اهدي النار خالص، النار تكون هاديه، هنغطي عليهم بقى زي ما بنقول كده، نوطي ونهدي النار ونغطي ونسيبهم بقى يستووا مع بعض كده، السمك وياخد من طعم كل الحاجات الحلوه اللي ريحتها خطيره دي اللي حطيناها في الميه. سيبهم يستووا مع بعض من نص ساعه لساعه الا ربع، وبعد ساعه الا ربع تعالوا كده نشوف مع بعض السمك بتاعنا وصل لفين. خلاص انا كده هطفي النار
وابتدي بقى ان انا اطلع السمك اللي معايا اهو معايا هنا طبق. هبتدي ان انا اطلع السمك، اي حاجة زيادة مش عايزاها تطلع معايا من الخضار اللي انا كنت حطاه في المية. هبتدي بقى ان انا اطلع السمك كده كله ونشوف هنكمل ازاي. طلعت السمك اهو زي ما انتم شايفين من الميه اللي احنا كنا سلقناه فيها، وفعلا عايزه اقول لكم الريحه خطيره تجنن. يعني كل التوابل اللي احنا حطيناها مع الخضار خلت الشوربه دي بجد، يعني ممكن تحطوا فيها كده تصفوها في كوبايه، واللي بيحب شوربه السمك يعني بالنسبه له هتبقى حاجه حلوه قوي. هبتدي بقى ان انا اجيب بوله وفيها مصفه، والمصفه دي تكون ضيقه، ونبتدي ان احنا بقى نصفي الشوربه بتاعتنا كويس جدا. انا عشان دي مش ثابته همسك بالايد بقى اللي انا بصور بيها، واصفي الشوربه معايا كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين. ناخد شويه كده ونبتدي ان احنا نحط في المصفه. انا عايزه الشوربه بس، مش عايزه كل الخضار اللي طالع معانا دون، هيتصفى كويس جدا. هكمل باقي الكميه وارجع لكم. صفيت الشوربه معايا اهي، ما فيهاش اي حاجه من الخضار اللي كان معانا، الشوربه بقت صافيه تماما اهي. وادي السمك معانا سايبينه لغايه ما يبرد خالص عشان نبتدي ان احنا نتعامل معاه، فهنسيبه يبرد خالص. وتعالوا بقى نشوف على الشوربه بتاعتنا دي هنحط ايه. الشوربه دي اللي احنا سلقنا فيها السمك بتاعنا هي اللي هيكون المحلول اللي احنا هنحط فيه السمك بتاعنا علشان يبقى ماده الحفظ معانا. هبتدي انا هنا يعني تقريبا اخدت لتر من الشوربه، هبتدي ان انا احط عليه نص كوبايه من الخل، واحط عليه كمان نص كوبايه من الزيت، واحط معلقه كبيره من البابريكا علشان تدي المحلول بتاعي دون لون حلو. اللي حابب يحط رشه من الشطه دي برضو حاجه اختياريه، واللي حابب يحط من الاول في ميه السلق بدل الفلفل الاواني فلفل حامي برضو دي حاجه اختياريه، فنخلي بالنا عشان لو في اطفال هتاكل من الاكل دون ما يبقاش حامي عليهم. هبتدي اركن بقى دلوقتي كده الشوربه بتاعتنا، وشايفين اللون بتاعها بقى خطير ازاي، والزيت ادالها زي دسامه كده فهيخليها لنا تحفه جدا. هركنها على جنب ويكون معايا هنا السمك ابتدى يهدى شويه درجه حرارته علشان احنا نبتدي نشيل بقى اي شوك او اي الجلده الخارجيه دي بتتشال معانا بكل سهوله بظهر السكينه او بظهر معلقه، ونبتدي نشوف هنجمع بقى التونه بتاعتنا ازاي. السمك بتاعنا درجة حرارته هديت شوية، وبالسكينة هبتدي ان انا اكحت كده السمكية بالراحة خالص، خلقة يعني الجلد بتاعها خلاص ابتدى ان هو يتشال. نفس الكلام من الجنب التاني اهو، هشيل بقى الجلد ده كله انا مش عايزاه، وفي نفس الوقت هبتدي افتح بقى واشيل اي شوك موجود في السمكية بتاعتي. وخلي بالنا يبقى في شوك صغير كده في الجناب، فاي شوك هنتخلص منه. الشوكه بتاعت سلسله الظهر بتطلع معانا بكل سهوله اهو، الشوك اللي من الجناب برضو هنشيله ونتخلص منه. هنضف بقى السمك بتاعي كويس جدا زي ما قلت لكم، هنشيل الجلد اللي من بره بظهر السكينه، واي شوك احنا يعني هنلقاه في سكتنا كده هنبتدي ان احنا نشيله. نشيل سلسله الظهر، الشوك اللي في الظهر، واي شوك زي ما قلت لكم ان احنا نبتدي ننضفه كده علشان لما نيجي ناكل تبقى الموضوع سهل. وزي ما قلت لكم برده بظهر السكينه الجلد بيتشال برده معانا بكل سهوله، والشوك اللي بيبقى في الظهر كمان نقدر ان احنا نشيله. شايفين بقى الفصوص بتاعه التونه او بتاعه السمك حلوه جدا، وزي ما قلت لكم الريحه حلوه جدا جدا، مفيش ريحه زفاره ولا حاجه، اي شوك بنطلعه ونشيله خالص. زي ما انتم شايفين خلصت كل كميه السمك اللي معايا، شلت منها على قد ما قدرت كده الشوك والجلد اللي من بره، كان بيتكحت معايا كده بالسكينه بكل سهوله. السمكه يعني مستويه كويس، وفي نفس الوقت مش مهريه، يعني حاجه كده في منتهى اللذاذه، وفي نفس الوقت ريحتها خطيره. معايا بقى هنا كده البرطمانات، اي حجم برطمانات، عايزين تعملوا برطمانات صغيره او برطمانات كبيره، يعني المهم يكون على قد الاكله اللي انتم هتطلعوه فيها، بحيث البرطمان يتفتح يخلص على طول، او لو قعد منه حاجه لتاني يوم بكتير قوي. طيب احنا دلوقتي هنعبي البرطمانات، هتقعد قد ايه معانا بعد ما نعبيها ونقفلها؟ هتقعد معانا تقريبا شهر في التلاجة، او حابين تحطوها في الفريزر ممكن تقعد معانا وقت اطول من كده لو انتوا عاملين كميه كبيره. هبتدي بقى ان انا ارص السمك بتاعي او التونه بتاعتي في البرطمانات، والبرطمانات تكون مغسوله كويس ومتعقمه على النار كده، ونخلي بالنا عشان ما نتلسعش وفي نفس الوقت البرطمان ما يفرقعش. هنسيبه لما درجه حرارته تهدى
نبتدي نرص السمك بتاعنا، و يعني لثلاث ارباع كده البرطمان نحط من المحلول اللي احنا عملناه. هنرص السمك ونرجع نشوف هنحط كمية محلول قد ايه. تعالوا بقى ناخد كده قطع من السمك بتاعنا ونحطها في البرطمان، وكمان هنحط معانا في البرطمان اللي حابب يحط فلفل حامي او شرايح من الليمون، وكمان هنحط معانا في كل برطمان ورقة او ورقتين كده من ورق اللورة، ونكمل باقي كمية السمك على حسب ما نملى البرطمان بتاعنا. زي ما انتم شايفين انا مليت البرطمانات اهي معايا، عملوا ثلاث برطمانات كبار يعتبر، يعني بجد كميه حلوه قوي من 2 كيلو، عملوا لي كميه حلوه قوي. ان انا لو هجيب علبه التونه الواحده بجد بجد سعرها هيبقى غالي جدا. انا عملت ثلاث برطمانات زي ما قلت لكم حجمهم كبير كبير جدا، يعني تقريبا البرطمان ده بيشيل كيلو، ده نص كيلو، فلا بجد حلوه قوي قوي. هبتدي بقى ان انا كمان زي ما قلت لكم حطيت فلفل وحطيت ورق لورا اهو معاهم، هيديله طعم وهيحافظ عليه. اللي مش حابب يحط فلفل حامي يحط فلفل بارد او شرايح من الليمون. هبتدي بقى ان انا اخد المحلول اللي احنا كنا اللي هو بتاع سلق السمك صفيناه وحطينا كمان عليه زيت وحطينا كمان عليه خل، وهبتدي بقى ان انا املى البرطمانات بتاعتي، ودي هتكون ماده الحفظ بتاعه سمك التونه اللي احنا عملناه. انا مش هملى البرطمان على الاخر، يعني هسيب فيه جزء كده شويه، هكمل البرطمانين التانيين ونرجع نشوف شكلهم. وبكده نكون عملنا التونه بكل سهوله في البيت. شايفين البرطمانات اللي معايا كبيره زي ما قلت لكم مش صغيره، يعني عامله معايا كميه حلوه قوي، الاتنين كيلو عملوا معايا كميه حلوه قوي قوي قوي. احنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كمان الزيت مغطيه من فوق، ف والبرطمانات معايا كمان متعقمه، فما تقلقوش من اي حاجه خالص. هندخلهم الثلاجه بعد 3 ايام او 4 ايام بكتير نبتدي ان احنا ناكل منه. بعد 3 ايام ليه؟ نكون السمك خلاص اخد من طعم بقى كل الحاجات اللي موجوده جوه وبقى تمام. 3 ايام وبالهنا والشفاء. واتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وسريع بالنسبه لكم، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. مستنوني فيديو جديد. باي باي.